عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بألف خير يا ربي. اليوم باش نحضروا مع بعضنا رز جربي، رز بالخضرة. بالحق رسالة ناجحة على الاخر ويجي بنين برشا. نشوفوا بعضنا كل الأسرار التفويح وكيفاش يجي بنين. خليكم معايا في الفيديو الاخر، نشوفوا بعضنا طريقة التحضير والمقادير. بالنسبة لأول مرة يزور القناة، ما ينسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد الكل. ما نطولش عليكم برشا ونخليكم مع طريقة التحضير. اول حاجه هنا بالنسبه للمقادير، عندي هنا سبنيخ معدنوس قصيته، خديت هنا ربطه معدنوس قصيتها وربطتين سبنيخ. وعندي هنا روز، هذا روز مفور، روز الاصفر. وعندي هنا خديت مغرفتين طماطم وشويه هروس ومغرفه هريسه عربي. هريسه عربي ياسر تعطي قوبلينا في الروز الجربي. بالنسبه للفحات، عندي هنا فلفل احمر، عندي تابل وشويه فلفل اكحل وشويه زعتر وشويه كليل وشويه كركم. وعندي هنا نعناع شايح، نعناع شايح ياسر يعطي قوبينه زاده به في الرز الجربي. خذيت هنا بريسك كاس غير ربع زيت. وعندي هنا بصل قصيت وهكا. خذيت هنا عندي شويه سفناريه وشويه جلبانه. وخذيت هنا باش نستعمل مره هذه سكالوب قصيت وهكا متوسط. وانتم بيان سور تنجموا تستعملوا اي حاجه تحبوها. المره هذه باش نحضروه بالدجاج. بالنسبه لطريقه التحضير، اول حاجه هنا باش نحط رز حتى ما يغلي، باش نحطو باش يتسمط شويه، باش نحط شويه ملح وشويه زيت باش من بعد يجي كل كعبه وحدها والنشي نتاعو ينقص. ومن طون سرعوا عمليه الطهي خاطر باش نحضروه بالدجاج. الدجاج ما فيش روح وحتى الخضره في ساعه تحضر، معناها الرز اكثر واحد يبدا بالطريقه هذه في ساعه نسرعوا عمليه الطهي. هنا بعد ما كملت حطيت الرز باش يتسمط، باش نحضروا توا باش نفوحوا الدجاج بتاعنا. باش نحط هنا الزيت، بسم الله، باش نحطوا السكالوب بتاعنا، بسم الله، باش كامل نضيف هنا الطماطم والهروس والهريسه العربي، باش كامل نضيف الفحات، كامل نحركهم الكل مع بعضهم باش يدخل الفحات في بيت الدجاج ويتفوح. حامل حلو الطماطم بالبي والهريسة العربي. هني سافاتا باش نكمل نخليهم هكا شوية في الفحات. حطيت اللي كمل يحضر الرز نتاعنا. هنا الرز نتاعنا حضر، خليته مدة 5 دقائق. تو باش كامل هكا نهبطو، صفيتو بالباهي من الماء، لازم نسقطروه مليح. هنا لازم نحاولو منخلوش برشا سينو يجيكم بعد معجن. جوست 5 دقائق تاعو معناه. نتاو نضيف عليه البصل، باش كامل نضيف جبينة وسفنارية. تنجم زادة تحطو حمص اللي يحب الحمص. باش كامل نحط الخضرة. هنا عملت بزيت خضرة، رز جربي يحب الخضرة. توم يا سوق تحبوا تنقصوا تنجموا تنقصوا، اما ديما تقروا حساب انه الخضره باش تنقص، بالخاص كي تحطوا سبناخ هكا تقروا حساب انه من بعد باش ينقص بريسك الشطر. باش كامل هكا نخلطوا بالباهي وطون لي رز برد شويه ومن بعد باش كامل نحركوا بيدي باش نتاكدوا ان المكونات الكل دخلت مع بعضها. نحركوا بيجي، بسم الله. هنا جوست تردوا بيكم المره الاولى تخلوه يبرد شويه الرز ومن بعد تحركوا. بيان سور تحركوا كما تحبوا، في العاده المسيسه ديما هكا نحركوا بيجي، وانتم بيان سور لكم الحريه تحركوا كما تحبوا، اما هكا تضمنوا انه المكونات الكل تدخل مع بعضها. هنا سبع مكونات كله دخلت مع بعضها. طب باش كامل نحطهم في الكسكاس، جوست نغسل يدي ونرجع.
طبعا مش كامل نحطهم كل في الكاسكيز. بسم الله. كمان هكا نمسح الزيت وتوا باش كمل نحطو يفور. ديجا حطيت ما يسخن ما يغلي باش نحطو توا على الفابور باش كمل يطيب. وهنا الرز تاعنا حبر بالحق. نودكم تشهيكم ريحه ما شاء الله في الدار. ما نحكيلكمش على الريحه. بقيت هنا كل مره نتفقدو بيان سور نحط نحرك الملوط نحطو من الفوق. حطيت اللي كمل حبر هكا باش كمل نحطو في البلا. وهنا الرز نتاعنا حضر بالحق. نودكم من شهيكم. شوفوا ما شاء الله كملت زينته هكا بشويه فلفل وحطيت بجنبه شويه زيتون. انتم بيعسوخ زينوا كما تحبوا. ان شاء الله يا ربي تكون الريسيت تعليم عجبتكم وعجبتكم الطريقه. كان عجبتكم ما تنسوش تبارتاجيو الفيديو بين حبايبكم واصحابكم وتخلوا لي تعليقاتكم وتشتركوا في القناه اللي مازال ما اشتركش. بسلامه في وصفه جديده ان شاء الله.